السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك في عمرك. وفي عمرك بارك الله. والله سأفتك مسألة. أنا شغال في مجال المقاولات. أنا وصديقي، فصديقي ده سافر السعودية اشتغل هناك في مجال المقاولات، هيشيل شغل. فهو هناك اشتغل مع مؤسسة، والمؤسسة طبعاً ما تعرفش إن هو مهندس، هم ما سألوش إن هو مهندس. بس في نفس الوقت هو أخفى عليهم إن هو مش مهندس. يعني هو شغال مقاول. فبيسأل هل لو شال منهم الشغل هم ما عرفوش إن هو مهندس، ماله كده فيه حرام ولا ما فيهوش حرام؟ عشان بقى فيه حرام قال لي أنا هكتب الكلام، هكتب الموضوع ده خالص. لا عفوا، هو دخل بصفة ماذا؟ هو داخل رايح هناك بصفة إن هو يشيل شغل. بس هناك في السعودية ما بيشيلش شغل مثلا إلا المهندسين. طيب إذا كان بيشيل شغل المهندسين بزعمك، لما لم يطلبوا منه الشهادة الهندسية؟ بيقولوا بزعم إن هو بعد 5 سنين، بيطلبوا منه بعد 5 سنين بحيث إنه يطلعوه تأشيرة مهندس بعد 5 سنين، بعد 5 سنين عمل. هيطلعوا دلوقتي تأشيرة مشرف. هو مهندس في الأصل يا أخي. لا هو مش مهندس، هو مقاول بس. هو مهندس مقاول. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما وكذب وكتب محقت بركة بيعهما؟ نعم. بس وضح.